بتصير بتو وورلدز اذا بتكون، اوكي، عالمين، عالم الفا وبتا سميناهم. الفا هو العالم المضبوط الحقيقي ريل لايف، اوكي، انا كاركتيري هنيك كاتب بنفس الوقت بشتغل صيانه، اوكي. البتا وورلد هو العالم انا عم بكتب عنه، وكل شيء بيصير معي بعالمي الحياه الحقيقيه انا اذا بتكون اي ترانسليت بطريقه معينه بالبتا وورلد. فبهالطريقه كل شيء بشوفه، كل الناس بلتقى فيهم، في لهم اذا بتكون شخص هن نفس الكاركتر عم يمثلوا دور تاني بتاني وورلد. وليه بالانجليزي؟ انا وصغير بقرا بالانجليزي، ما هو تفكر اكتب بالانجليزي. وانت بتكتب انجليزي كمان؟ اخي هو عايش هون انا عايش هون. انا دور اذا بدك بالالفا وورد، يعني بيست فريند تبع الهيرو، وبالبتا وورد يعني ما عندي يعني ريل اذا بدك رول بالورد كله، بس انا عم ساعد الهيرو الوريور لنريح الفايت تبعه. ما بعرفي شباب. مرسي استاذ. قولوا لسام بحكي بكره. ايه ما تعطى الهم. بعد بدك شي مني؟ لا ابدا، نحن عم ننظف ورانا ومشي. مرسي كثير. اوكي، عم بلعب تو كاركترز بالموفي. في كاركتر اللي هلا الميك اب اللي انا عامله للكينج فاك اللي هو رئيس قبيله، بيصير في فايت مع قبيله ثانيه. سو القانون الجديد بهيدا العصر اللي احنا عم نمثل فيه هو انه تو فايترز وان من كل قبيله هن بيتخانقوا مع بعض، يلي بيربح القبيله تبعه هي بتسيطر وبتخضع الثانيه لها. اما ثاني بارت فهو خاله للبنت اللي بتلعب دورة روبا، يلي هو مربيها وبنفس الوقت معجب فيها، يعني بيتحركش فيها، مريض نفسيا، وبنفس الوقت ما بحب حدا يقاسمه اياها، يعني ما بحب حدا يطلع فيها تطليعة اعجاب حتى. كمان بيصير في فايت بالقصة الثانية اللي هي يعني انت خليتي فوت لهون، انت خليتي سامع في غرض نسيته ما بدي احكي معك، بس انا كان بدي ارجع اخذه هذا الشيء نسيته معك. شو بس كنت عم تغير عليه ولا كنت عم تعبيتي؟ مش عم تطلع فيها ولا شيء وحياتي. ليش ما بدي احكي معك؟ بس كنت عم باخذ خلص. اوكي، انا الكاركتر تبعي هو المين كاركتر، اوكي، بكون اسمه كاي. شخصيه هيدا الكاركتر بتكون كثير ميستيريوس و شي كيبس ايفريثينج تو هير سيلف، ومن هيك صار في مثل اتراكشن بين هي والرايتر، بعدين بصير في ايفولوشن يعني بالقصه بين الاثنين. مثل ما شايف انا الكلاون، وهو ناجي هو بيتخيلني مثل بون تمثال، بشوفني بالعالم الاخر تبعه كرايتر. انا هالكاركتر بكون اخر شيء بتحدى، انا بكون مثل فات تبع الملك، واخر شيء بدي اتحدى بفايت سين. كاركترز باي موفي ار، يعني ما حدا عنده اسم غير اسم شخص واحد بيسموه. الباقي تقريبا هن كلهم عندهم تجسيدات بطريقة ما، كلهم عندهم مثل كأنه وجهين، الوجه بعالم الخيال ووجه الحقيقة. وكل كاركتر is driven by high emotions، يعني ما حدا شرير، بس عندك شخص بده هيك وشخص بده هيك، بهود ال needs they هيدا they يعني they collide together، ما في حدا صح وما في حدا غلط، وهيدا نوع The ring leader. I present the girls. هو هيدا المود مأخوذ إجمالا يعني من كل شيء بحبه داني، من كل القصص يلي داني ربي عليها ويلي هيك بحبها كتير وهيك يعني ستيله. ففيلمه فيك تقول كتير مثله ومثل القصص اللي بحبها. يعني داني كاتب فعليا سكريبت كتير حلو، الكاركترز مدروسين، عارف شو بده. I'm enjoying my time. يعني انا الكاركترز المجملون هن الوان الاكتنج، تو الكوستيومز وثري الميك اب، عاملين مثل هيك ميكس كتير حلو وواصلين للعالم طريقه كتير حلوه.
الفيلم انه كله الديتيلز فيه هنا رح يعملوا للفيلم, انه حتى الاكستراز مشغول عليهم كل واحد لوحده, ف والبروبس كل شيء كل شيء. الدايركشن بعرف شو شفت سنتي خليفة من التمثيلية فهمت لها أول شيء, وعرفت على شخص من الانديو هي نسرين انتوس ومهانج وبالأخير إجا جرار رشدان واجتمع الفريق وحكم they've been working ever since بعيد و they're very hard workers فهموا شو بدع الطاير وهيك. أكيد كوزاني مكرم يساعد بس الديزاين اللي هو عمر كل شيء سادس كبار وكل شيء خاصة بالخشب هو طفي إيباك إتس بوست أبوكاليبتك. عم جرب نعمل كيف بعد موت البشرية وكيف معقول يكون العالم وسبشي إتس ترايبل وهيك ورتشز شيء حلو. هلا نحن هون عم نحكي عن ألفا سايد, ذا بيتا سايد إس شيء تاني إتس رياليستك. بعدين بلكي نهار تاني نتصور ميكينج أوف وباي. فيلم كله بوست أبوكاليبس يعني ما في زمن محدد, ما في religion أو ما في ethnicity أو ما في cultural identity معينة. بدي يكون mix, بدي يكون شيء مش معروف, بدي يكون very timeless, بس بذات الوقت بدي يكون شيء مش لابق مع بعض يعني. ما في قصص كتير ملبقة فإيه هيك يعني أكتر شيء هيك اشتغلنا مع داني, بده شيء يكون credible, شيء بيتصدق إنه يكون authentic. تزحلج على البحر شيء كتير مهم, لازم يكون سبور شرعي. كيف الفوت سكيتينج؟ لازم يعملوا فوت بوردينج يعني تنزل بتزحط بلا سنوبورد بلا شيء. المشروع برأيي بجنن يعني, أول مرة بسمع بهيك فكرة يعني ما عندي كتير خبرة بالدومين, بس أول مرة بسمع فكرة إنه حدا يعمل يجرب يعمل اثنين words بوست أبوكاليبتيك وورد عادي, وكل شخص موجود بورد يعني هي دريمز انه عنده كاركتر بي, اما اذا بدك ايماجينز انه عنده كاركتر بالبيتا وورد. وهالباراليليزم يعني لقيته كتير كتير حلو. طب هو مشروع كتير ضخم ضخم يعني, مثل ما انك شايف هون الاسباس مخيف قد ما كبير وكيف ما كيف ما تبرم عندك شيء حلو كتير وهيك, بس هالضخامه بحاجه لتحضير اكثر, بحاجه لتنظيم اكثر, بحاجه ل ل ل ل ل ل مهنيه يعني بروفيشناليزم, يكون في كل واحد عم يعمل شغلته مليون بالميه ويكون كل شيء منظم, وهذا الشيء للاسف. هلا في الفايت سين هون انا شفت الميكينج اوف تبعه وشفت انه عم بيعمل شيء حلو, بس هلا بنشوف كيف بيطلع. انا بس نقينا داني تكون المين اكتر, وانا قريت السكريبت شفت الفايت سين, اول شيء فكرت فيه انه داني انا انه ماني هالشخص السبورتيف فيزيكلي فيت يعني, انا كثير عبالي مثل الدور, بس بلكي احسن تلاقي حدا بيعمل شويه سبور او عنده فكره عن المارشال ارتس. فبالعكس هو داني كان بده شخص ما خصه بهالعالم هو يدربه تطلع اكثر ان كاركتر اكثر ريل هو بده اياه. وتمرنا شهر ونص تقريبا انا وجاد هو اللي كان الكوتشات حبيب, واشتغلنا على فايت سين وشوي على كل شيء موفمنتس يعني البانشز كذا, وقعت على الارض هيك, وان شاء الله بس شوفوا الفيلم اللي قناعكم. الفايت سين مش كتير خوفنا برودكشن وايز واكتنج وايز, وخفنا انه يطلع سخيف, بس قلنا بدي اعمله يعني الفيلم مش كامل من دونه, وعملنا اياها وات لوكس جريت. وطلعت عم بقول انه ما في كتير سيريس في الفايت سين انا عندي خطر يطلع او اكزاجيري او بالعكس ستريس امبليفيه معنا احنا كان على قد كان سامبل تو ذا بوينت عنيف وهيك وجست على قد. الفايت سين يعني اذا بتحضر كل فلومة الانديو, وبعتقد يمكن فلومة كل الدبلومات اللي انا عملت حتى الفلومة اللبنانية ما فيها فايت سين,
هالشي برأيي بيرجع لأنه ما عنا عالم اختصاصية. أول شيء ما عنا يلي بيعرفوا يدربوا العالم على أنه يعملوا فايتس, وما عنا هيدا ستيل يلي هو بيجي editing ويلي ستيل تصوير يلي ستيل كادراجات معينة سريعين طق 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 كرمال الفايت. فهالمرة أول شغلة يلي هي التمرين وكذا عرفوا عملوها, يعني اشتغلوا الجماعة حضروا صاروا يعرفوا كل لقطة بلقطتها كيف بدهم يشتغلوها وكيف بدهم يعملوها, صاروا يعرفوا يعني صاروا حاضرين الجماعة تيعملوا كل على بعضه. فهالشي كتير بيساعدنا نحن, كتير بيساعدنا نحن. فايت سين انه اكيد كان البونشات قلناهم شوية صغيرة انه احنا يطلعوا فيك, وكترنا مثلا تيك داونز ووقعات مثلا انه وخطرنا شوية صغيرة. ان شاء الله انا ان شاء الله ما تبين فيك قد ما فينا رح نجرب يعني. اوكي ماني خايف الفايت سين ما يطلع up to standards لانه مرنا عليها كذا مرة وعارفين الانجلز من وين وعارفين كيف الكادرات وعارفين كيف الكونتينيوتي تبع الفايت سين. يعني اذا عدنا المشهد 10 مرات رح يكون نفس الشيء. هذا الشيء بيسهل العملية للاديتنج بعدين, طب ما يكون في عنده مشكلة بالركورات او بالكونفينسينج للناس انه هالفايت سين مزبوط عم بيصير. الفور هورس وومن رح يعملوا رقصة وريتواليستيك دانس representing famine, death, warrior, conquest. الفكرة كتير حلوة يعني بعد ما صورناها بعد, بس رح تطلع شيء بجنين. أنا لو أنا بيرجع لي أعمل فيلم كنت عملت شيء هيك. كتير 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 من أنا عزيت اللاين وعدلنا هيك شيء. قالي داني إنه it's like بالفانتسي وورلد تبعه the main actor رح يشوف صور أربع بنات. أنا هس فانتسي رح يتخيلوا إنه ترايب وعم بيعملوا دانس. So it's like عطاني هو الأربع symbols and according to that I had to create a choreography according to كل واحدة what does she represent. هلا ما كانت الميوزك عندي حاضرة أول شيء, لما سمعني إياها I was a bit shocked لأنه it was a tribal dance. So عملت double research على tribal dance. بس هيدا داني عنده هيك أفكار دائما لذيذة, يعني إنه منو تقليدي بالتفكير, سو عنده دائما تطلع للاشياء الغريبه شوي. داني ما بعرف اذا انا احسن زلمه تا احكي عن داني, انا كثير بعرفه بالحياه العاديه, انا بعرفه كاصحاب يعني مش كشغل. ويعني شو ما كان عطاني شو ما كان حكاني كان بفوت فيه يعني بلا ما افكر. داني يعني بوثق فيه سلم من كثير وقت وبكل شيء بيعمله, يعني كثير بقدر ذوقه بكل شيء. وعن جد عم بيعمل شيء يعني ما بكيت بتخيل بيعمل شيء قد حلو, او بتو تخيلت بيعمل شيء قد حلو بس ما كنت تخيل انا كون بهالمشروع. يعني I couldn't thank him enough يعني للاوبورتونيتي اللي عطيني اياها. يعني I'm very really really grateful. يعني ليك انا شغل مع داني كذا مره قبل, all in all معوض عليه حلو هيك وكذا. بس عزينه حلو بالشغل مع داني انه عارف حاله شو بده, عنده هالفيجن براسه بده يطبقه. ما بنوصل على مطرح انه جربها او جربها او كذا. حتى من تمرينات الفايتسين كنا نكون مع داني, كان داني هو عارف حاله شو الكادر عم ياخده, شو راح يبين شو ما راح يبين, يقول لنا شو نعمل بالفايتسين حسب الانجل هو بده ياخده. ولا شغل داني فكرة داني على طول مميز عن بحس عن مش لانه بس ابن عمتي عن غير عالم يعني. وانه باد لك انه كان شغل ساخن اليوم ما قدر على 100%, بس انه داني بتمنى له الف نجاح. داني بيشتغل كل شيء from scratch, شيء كتير حلو ما كتير عم بيصير هلا منلاقيه هلا. فهذا الشيء الحلو يعني كل شيء ما كان reference. يمكن بناخذ مود بناخذ theme بناخذ concept بس ما بنطبق copy paste. وزات الشيء الفيلم يعني الفيلم كتير داني حاطت روحه بقلبه, مثل ما نحن كل حدا من different departments حاطين our spirits بقلبه. ففيلم حقيقي, فيلم منه كذاب, كتير حقيقي. أنا أكتر شيء حبيته لحيت هلأ يعني بالتصوير هو الاسبري تبع الكرو والكاست. يعني في حوالي 40-50 شخص وكلهم جايين out of their own free will جايين يساعدوا داني تيحقق فيلمه, وكل واحد عم يساعد شو ما طلبوا منه بإيديه وبجريه عم يشتغل. هذا الشيء كتير بحبه أنا بعادة بحيالة بروجيه من هالستيل وخاصة بفيلم داني. I gotta say this was amazing, the experience was amazing. My crew
A to Z, حتى سيمو. Wonderful work, من جد. And I knew I was loved, but not this much. And this, I'm really appreciating this. يعني أنتوا تشتغلوا قداش كرمالي، قداش حاطين من قلبكم بهذا البروجي، قداش وقت خلص أول نهار جيتوا أنا بتقولي أنا أوف ميرسي عشان عزمتوا هيك. والناس ما قدرت أنا أشوفهم قداش قالوا لي إنه يا ريت فين روح البروجي تبعك whatever أنا thank you. A big thank you to everybody. I worked on it. We're gonna go far. We're gonna take you with me and thank you. Take care.